أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب أو بحث بطريقة احترافية وبسيطة. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد من مقاس الملف A4، طبعا من قائمة التخطيط ومن ثم الحجم، ونتأكد أن القياس A4. الخطوة التالية من قائمة إدراج الصور راح نضيف الخلفية الخاصة بالغلاف. طبعا هذه هي الخلفية الخاصة بالغلاف واللي راح يتم إرفاقها مع هذه المحاضرة بشكل مجاني. الآن راح نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن التفاف النص راح نختار خلف النص. راح نصغر العرض، وطبعا راح نخلي الخلفية على كبر الملف. الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من قائمة إدراج ومن ثم الصور، ونختار هذه الصورة طبعا خاصة بالغلاف. نضغط كليك أيمن على الصورة والتفاف النص، نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بهذا الشكل. الآن راح نضع الصورة خلف الخلفية من خلال ضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم إرسال إلى الخلفية بهذه الطريقة. جيد. الآن من قائمة إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نضيف العنوان الخاص بالغلاف، طبعا راح يكون اسم الغلاف أسرار المال. راح نغير الحجم وطبعا نوع الخط، راح يكون بهذه الطريقة طبعا، طبعا ممكن يكون بولد، ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. ممكن الحجم يكون 90. طيب، ممكن نغير اللون إلى اللون الأحمر، ومن قائمة تنسيق تأثيرات النص ظل، وطبعا راح نختار الظل بهذه الطريقة طبعا، هذا الظل مناسب. الآن راح نستنسخ هذا النص من خلال كنترول، سنسخه بهذه الطريقة طبعا. راح نصغر الحجم، وراح نكتب مثلا تأليف أو إعداد محمد مناف، طبعا الاسم افتراضي، وراح يكون باللون الأزرق مثلا بهذه الطريقة بهذا الشكل. وأخيرا راح نستنسخ النص، راح نكتب الطبعة الأولى. راح نصغر النص أيضا، وراح نختار اللون الأسود بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب جميل واحترافي بنفس الوقت.